جزاكم الله خيرا، صليت على قارب صغير في البحر وأنا جالس، ولم أستطع القيام لعدم توازني، وخفت أن أسقط في البحر بارتفاع الموج، فأخبرت شيخ البلد عن ذلك، فأخبرني أن أصلي جالسا لحرمة الوقت، ثم أعيد الصلاة بعد الخروج إلى الشاطئ، وقد أعدت الصلاة أخذا بالحيطة، فهل هذا الكلام صحيح؟ حيث أنني لم أستطع الخروج إلى الشاطئ لأصلي واقفا لضيق الوقت، جزاكم الله خيرا. ما فعلته هو الواجب، فإذا خشيت خروج الوقت وأنت في البحر ولا تستطيع القيام فإنك تصلي جالسا، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت لا تقدر على القيام والوقت سيخرج وأنت في البحر فإنك تصلي وأنت جالس، لأن هذا هو ما تستطيعه ولا يلزمك الإعادة، لا إعادة عليك، لأن صلاتك صحيحة والحمد لله. القيام إنما يجب مع القدرة، أما إذا لم تقدر فإنه يسقط عنك ركن القيام. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ما أفتى به شيخ القرية غير صحيح؟ ما أفتى به لا دليل عليه، هو غير صحيح. اللهم استعان. نعم.